عسلامة الناس الكل، أنا أحمد الدزيري ليدر تيم ماركتينج في جي دي اس اي إيساتسو. اليوم جيتكم في أول فيديو من جي دي اس اي توتوز باش نحكيو على الكويك لابس. شنو الكويك لابس؟ الكويك لابس هي بلاتفورم وفرتها لنا جوجل عن طريقها نتعلموا برشا حاجات جدد في دومين الاي تي. واهم في حاجه في الكويك لابس هي البراتيك. اون فيت هو بازي على تراكس وكل تراك عنده طون ليميتي. شنو نجمو نربحو من الكويك لابس؟ الكويك لابس هما تراكس، كل انسان يكمل التراك نتاعو قبل ما يفشر يربح بادج يشاريه على السوشيال ميديا نتاعو اللي هو كمل التراك هذاك، ومعها بوكس اوف جوديز من عند جوجل. So guys، هذا شنو عنا في التوتوريال نتاع اليوم. استناونا في فيديوهات الجايين. فولو اس اون اور سوشيال ميديا.